يا صباح الفل والياسمين على كل فصول القصه. جمهور نادي الزمالك العظيم في كل مكان، واي زمان من اكبركم لاصغركم سنا، نهار حضراتكم ابيض بخطين حمر ويومكم جميل بلون قلوبكم الصافيه. يا رب النهارده تكون حلقه خفيفه علينا وعليكم. النهارده حلقه يوم الاربعاء 14 سبتمبر، دايما طبعا بيسعدنا نكون مع حضراتكم في نهار ابيض جديد بنطل عليكم بيه من شاشه النادي الملكي الرسميه قناه نادي الزمالك. بس في البدايه ارحب بزميلي العزيز احمد علي. نهارك ابيض يا احمد. نهارك ابيض يا نيرفانا، ويومكم كله خير وسعاده، وزي ما تقال كده وكل الناس بتقول لا جديد يذكر ولكن كل القديم يعاد. مليون مبروك لكوماندوز نادي الزمالك، الناس كلها فرحت جدا بالسوبر المصري وشفنا بطوله قويه جدا. صحيح كان في بعض الحاجات ولكن الموضوع عد. وفي الحقيقه في حاجه كده زي بتقال عليها شخصية البطل بتتجسد وبتنطبق على فريق كرة اليد بنادي الزمالك. فريق ده عمال كده بيثبت لنا انه عنده عقيدة النصر اللي تخلي اي حد بيدخل نادي الزمالك يلبس تيشيرت نادي الزمالك قادر على المشاركة في فعل هذا المستحيل. مهما تغيرت الاسماء بيرحل الاخوين الدرع سيف ويحيى، ولكن بتبقى جينات النصر مترسخه في اذهان هذا الفريق مهما كانت الصعوبات والتحديات دي. حقيقه حتى لو بنواجه منافس اجهز منك ومرشح للفوز، انتم بصراحه بتثبتوا انكم مهما كانت الغيابات مهما كانت الاسامي بتقدروا تحققوا المستحيل عشان شخصيه البطل. بجد كوماندوز يد الزمالك عندهم من مقومات النصر اللي بيغنيهم عن اي عوامل دعم تانية. كل الفرق المنافسة بتعمل عوامل الدعم دي، لكن انت والجيل ده بالذات عنده شخصية قوية جدا، عنده عقيدة الفوز، قادر يوصل للمنافس بتاعه قبل جمهوره اني هكسبك وفي اي وقت مهما كانت ظروفي مهما كان سير المباراة بيقدر يعمل ده نيرفانا، وبيقدر يحقق اللي هو عايزه. اذا فهي زي ما انت قلت هي عقيده وعقليه الانتصار هي اللي بيتمتع بيها مصنع كره اليد بنادي الزمالك. واحنا هنا دايما بنحب نقول او نستخدم مصطلح مصنع كره اليد ده، لان هو فعلا بيعبر عن ان القلعه البيضاء وكانها هي يعني فيها او بتقدم خطوط انتاج متواصل من جينات المهاره والاصرار في كره اليد. جيل يا جماعه بيسلم جيل، والعقده واحده والهدف واحد، ان احنا نبقى ونظل ملوك اليد في مصر. وعلى ذكر الملوك يا جماعه، فطبعا يعني مفيش حديث في الشارع الزملكاوي غير عن صفقات الملك. احنا بنتكلم طبعا وبنبارك مع احمد لان هو ما كانش معانا في الحلقه امبارح عن السوبر، واتكلمنا عن ملوك كوره اليد وقلنا قد ايه احنا مهتمين وقد ايه احنا فعلا فينا وجوانا عقيده الانتصار. طيب نروح بقى للصفقات. طيب دلوقتي بقى الناس في الشارع بتتكلم عن صفقات الفريق، فريق كوره، الفريق الاول في كوره القدم بنادي الزمالك. هنجيب مين بعد ما ضمينا زكريا الوردي وابراهيم ناداي ورجعنا محمد صبحي حارسنا الاصلي طبعا اللي انهى فتره اعارته مع فاركو ورجع لبيته نادي الزمالك. عايزين نتكلم كده عن النغمه السيده دلوقتي في الشارع. يعني عايز اسالك مثلا يا احمد، انت دلوقتي يعني لما بتحتك بالناس اللي بتسالك يعني ناس اللي في الشارع صحابك بيسالوا مثلا من انهي منطق، عايزين مثلا صفقات كتيره واسامي كتيره واسمه فلاني وفلاني وفلان، ولا بيقولوا مثلا يمكن ان اداره الكوره واداره النادي كمان اكيد ادرى باحتياجات نادي الزمالك بس يمكن احنا محتاجين مثلا دعم في المركز الفلاني والاعلامي. الوعي عند جمهور الزمالك بالنسبة لك وبالنسبة للناس اللي انت بتحتك بيهم وصل لحد فين؟ بصي جمهور الزمالك واعي جدا واعي جدا، ولكن هو الحتة في ايه؟ الفكرة في ان كل واحد من ال 100 مليون بقى يعني مش الزملكاويه بس، كل المصريين كلنا 100 مليون محلل، 100 مليون ناقد رياضي، 100 مليون ما ناقد فني، كل حاجة عندنا منها 100 مليون أكتر كمان 100 مليون. فدي حاجة إيه؟ دي حاجة خلينا متفقين عليها. صحيح. الزمالك بيدخل ميركاتو ده هو مطمن، بس مطمن اطمئنان حذر. يمكن الإدارة قالت إن إحنا خلصنا الصفقات فلم يتبقى سوى الإعلان عن الصفقات. أوكي. فأنت تم الإعلان عن عودة صبحي، زكريا الوردي لاعب مهم جدا وجاي من الرجاء فريق كبير،
انضم لنادي الزمالك ان شاء الله يصنع المزيد مع نادي الزمالك. صحيح. ابراهيم انداي سكاونتنج معمول عليه بشكل كبير جدا، جاي من لوزيرن السويسري، مسجل 24 هدف في الفتره. صحيح. اللي قعد فيها معاه. فانت جايب احتياجاتك وانت معاك مدير فني لا يملى عليه شيء. صحيح. راجل هو اللي بيختار، مع مدير الكوره او المشرف العام على الكوره امير مرتضى، بيوصلوا القصه دي للجهاز او لاداره نادي الزمالك اللي لا تتوانى في دعم فريق الكوره. انت دلوقتي بتكلم بقى عن جمهور، انت اصبح جمهور نادي الزمالك واثق 100% من قدره الجهاز الفني بقياده فيريرا في التنسيق زي ما بقول مع اداره الكوره باشراف امير مرتضى منصور، اللي بيوصلوا احتياجات الفريق لاداره نادي الزمالك اللي لا تتوانى عن دعم الفريق في اي حاجه. في نفس الوقت فكرة انك دخلت الموسم اللي فات وانهيته كبطل للبطولة بلا صفقة واحدة، وانت فترة ايقاف للقيد ربنا ما يرجعها، مخليها برضو الجمهور يسأل كتير ويستفسر كتير ويفكر في احتياجات الفريق بشكل اكتر، المراكز اللي محتاجة دعم، مين اللي احنا محتاجينه، مين الصفقة اللي هتبقى تعمل بوم معانا وتبقى كويسة جدا مع نادي الزمالك، حاجات كتير جدا في خصائص كرة القدم بشكل عام انت دلوقتي بقيت بتمشي بيها. انت في منظومة، في الدنيا ماشية كويس معاك، في ادارة، في كل حد بيعمل شغلته، فهو ده اللي منجح نادي الزمالك. وخلي بالك حتة ان كله بيتكلم في الصفقات، اي جمهور بيخاف على فرقته وبيحبها هتلاقيه بيفكر بالطريقه دي. صحيح. عايز اقول لك كمان ان احنا امبارح كنا بنتكلم يا احمد في حاجه مهمه، انه في سوبر لوسال الناس ابتدت تتكلم والناس ابتدت تحكم على زكريا الوردي وابراهيم نضاي، فدي كانت حاجه بالظبط بدري بدري جدا ان احنا نبتدي نقول اه ده كويس في الحته الفلانيه، اه ده عمل مجهود بشكل فلاني، بدري قوي يا جماعه. يعني فكره انه احنا لسه بنحاول نطبع مع بعض، لسه اللعيبه دول بيحتاجوا فتره للتجانس، مهما كان بقى الدنيا حلوه وان احنا كنا بنتكلم ان روح الزمالك اصلا تخلي اي لاعب يدخل يندمج معانا على طول، بس لسه في بقى ان هم كمان يفهموا المايند سيت بتاعت فريرة. فاحنا لسه وضربنا مثل يا جماعه بصفقه زيزو اول ما جه وقلنا. صحيح. ان احنا ما دفعناش كتير ساعتها وقلنا في انتقادات شفناها كتير، وبعدين ادينا اهو احنا دلوقتي احسن لاعب في مصر معانا في نادي الزمالك، وزيزو احسن لاعب في افريقيا كمان. نفس الكلام في بن شرقي، بن شرقي برده ما كانتش الصفقه اللي احنا جبناها بملايين الجنيهات، ودلوقتي احنا فعلا بنقول ان قيمه بن شرقي، لا محتاجين ان احنا نجيب حد في نفس قيمة بن شرقي ونفس الأداء اللي هو بيعمله، ممكن مش نفس الطريقة بس نفس التأثير. فده اللي احنا بنتكلم عليه، في أمثلة كتيرة جدا اتكلمنا عنها، فاحنا عايزين بس نثق في اختيارات الإدارة واختيارات مع التنسيق كمان مع فيرير. فاحنا بنطمن الجمهور، بنطمن جمهور نادي الزمالك اللي بيسألني وبيسأل أحمد وبيسألنا كلنا، يا جماعة صدقوني مش دايما كل ما يعرف يقال، دي حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها. تاني حاجة يا جماعة، هو يستحيل الناس اللي قايمين على ملف الصفقات يكونوا مثلا بيعملوا حاجة وهم ما عندهمش دراية كافية بالمشهد من جوه، لأنه المشهد يا جماعة من جوه مختلف تماما عن المشهد من بره. يعني المشهد ده بيشمل بقى احتياجات الفريق، رؤية الجهاز الفني بقيادة مستر فيريرا ليها، تنسيقه مع الإدارة، الميزانية جوه النادي، ما ينفعش أبوظ ميزانية النادي كله عشان خاطر أحافظ على لعيب واحد، وأنا لأ، أنا ده فريق كورة مش فريق سكواش مثلا ولا بلعب لعبة فردية، أنا محتاج كله يبقى مع بعض كويس، مش لازم أدفع في بني آدم واحد كل اللي ورايا واللي قدامي عشان خاطر بس إن هو يقعد أو إن أنا أجيبه. يعني مثلا يستحيل الزمالك يوافق إن هو يبيع لعيب زي مروان حمدي، راجل تاني هدافي الدوري، لاعب دولي عنده 24 سنة، يعني بيطور الحقيقة من نفسه، لسه ربنا كمان هيوفقه، ربنا يوفقه مع النادي المصري. لكن إلا والنادي فعلا مخلص في صفقة مهاجم سوبر أو اتنين تقال مثلا مع سيف الدين الجزيري، لكن اللي احنا بنطلبه هنا الهدوء والصبر والثقة في الإدارة بالتنسيق مع فيريرا، ومحتاجين ان انتوا تطمنوا احنا ورا فريقنا ورا إدارتنا، لان احنا واثقين انه اكيد اللي احنا عشناه الموسم اللي فات ما اعتقدش ان احنا هنستحمل نعيشه تاني، زي ما احمد قال، زي ما انت قلت، موضوع وقف القيد ده
لا يعني كان الموضوع صعب، وفريرا الحقيقه عمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، ان احنا ما كانش عندنا اي بودله، واكتشفنا ان في جواهر قاعده عندنا في فريق الامل وجواهر عندنا في الناشئين طلعوا وعرفوا ان هم يسدوا، بس مش دايما ده هيكون الحل، فاحنا محتاجين ده وبنطمن الجماهير ان ده اكيد هيحصل. بالظبط، هو الثقه والصبر زي ما قالت نيرفانا ده ملخص الحديث. وشفنا في صفقه محمد صبحي كل الناس راحت لان محمود جاد خلص، محمود جاد هو اللي جه نادي الزمالك، والناس بتتكلم في ارقام بقى 20 مليون ولا 30 مليون لامبي. موضوع كله فاجئ الجميع، احنا اتفاجئنا، كل الناس اتفاجئت، مع العلم ان في ناس طلعت واكدت ده صبحي مأكد لي، ده صبحي مضى في الحته الفلانيه وكان في جلسه في فندق مش عارف ايه فين، وخلاص الراجل خلاص صفقته تمت وبقى احد صفقات نادي من الانديه، وحد قعد معاه وخلص مع فاركو، وفاركو هياخد الخمسة مليون الزيادة. قصص كتير جدا، وناس المفروض يعني الكلمة منهم بحساب. عايز اتكلم كمان عن باقي الصفقات، يعني عاوز افكر الجمهور كده برضو عشان نطمن جمهورنا، احب افكره بصفقاتنا الجديدة لنادي الزمالك، طبعا الوردي ونداي وعودة صبحي مرة تانية. عايز اقول ان اي لاعب تم او هيتم التعاقد معاه مش هيكون متاح للعب في الادوار التمهيديه او ماتشين الدور التمهيدي امام إليكت التشادي ان شاء الله. ده الماتش هيبقى في ماتش يوم الحد اللي جاي، والحد اللي بعده هيبقى المباراه الثانيه. احب اطمن الجمهور ان اي كلام عن ان في ازمه ما بين نادي الزمالك ما بين نادي الزمالك واتحاد الكوره بسبب تعارض معسكر منتخب مصر الاول مع روي فيتوريا مع ميعاد المباراتين اللي احنا اتكلمنا عليهم بتوع إليكت التشادي، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، لان المعنى اللي وصل بيه ملوش علاقه باللي الزمالك يقصده. نادي الزمالك ومدربه فريرا هيقدروا يتواصلوا مع روي فيتوريا، يقدروا يتوصلوا لاتفاق معاه بحل القصه دي بشكل ودي، واتفاق ما بينهم وبين ان شاء الله ما يبقاش فيه ادنى مشكله. والله المنتخب تفهم في اطار ان دي في الاجنده الوديه الدوليه كان بها، حصل تمسك باللاعبين لاي سبب، احنا تحت امر منتخب مصر ما عندناش ادنى مشكله، ونادي الزمالك دايما في الحته دي لا يثير اي ازمه، وباذن الله نقدر نعدي عقبه بطل تشاد بكل اريحيه باي 11 راجل انزلوا يلعبوا باسم وقيمة وشعار نادي الزمالك العظيم. عايز اقول لك كمان فعلا ان يعني ما فيش اي حاجه من الكلام ده، وعلى سبيل المثال يا جماعه احنا تواصلنا مع الاتحاد التونسي، لان سيف الدين الجزيري وحمزه المثلوثي طبعا نسور قرطاج يعني كانوا هم استدعوهم لقائمه المنتخب، بس احنا تواصلنا وحصل فعلا هم يكونوا موجودين معانا الماتش اللي جاي اللي هو الذهاب، وبعد كده هينضموا لمعسكر نسور قرطاج. فالدنيا سهله، الدنيا في اداره الزمالك دايما بتتواصل مع اتحاد الكوره ايا كان مين، وبتحترم المنتخبات، ما فيش لغط، احنا ما بنعملش لغط. لكن في ناس نفسها كده زي ما بنقول يعني خناقه نشبع فيها صريخ، يعني خليها صريخ، لكن ده مش هيحصل، ولا الزمالك هيختلف، وهيفضل مصلحته مهما كانت مهمه على مصلحه منتخب مصر. لا، لان منتخب مصر في حته، احنا حتى بنتكلم انه منتخب مصر ما فيهاش الوان، لان حتى يعني كانت حتى لو كانت مباراه غير رسميه لكن برضو اسمه منتخب مصر، فاكيد ده يهمنا مصلحته. لو بالمناسبه دي احنا معانا بقى خبر بالتفصيل عن سيف الدين الجزيري وحمزه المثلوثي، خبر طبعا مميز فيه تفاصيل كتير جدا في نهارك زملكاوي لجمهورنا عن اثنين لعيبه دوليين زي ما احنا قلنا مهمين جدا بالنسبه للزمالك من الاجانب، هنقول لكم طبعا كل التفاصيل عنها بس فقره اقرا الخبر. نروح بقى لسهم قوس. حلقه النهارده هنفتح فيها ملف لعبه التنس اللي ابتدت طبعا احنا كلنا بنتابع اخر فتره في تالق الحقيقه عربي عظيم جدا جدا بتواجد التونسيه انس جابر ضمن كبار البطولات الجراند سلام مؤخرا. هنورنا واحده من اللاعبات الموهوبه اللي حصدت ميداليات ومراكز مميزه جدا في بطولات كتيره جدا، منها بقى محلي ومنها اقليمي مؤخرا، وهي بطله التنس ساندرا سمير، فاكيد أكيد هتكون فقرة مميزة جدا، استنونا إن شاء الله تابعوا هذه الفقرة، فقرة هتبقى مميزة جدا مختلفة جدا في سهم وقوس. دلوقتي بخلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية، فقرة الأخبار اقرأ الخبر.
فقرا الخبر البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي، واستقبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مساء امس الثلاثاء وفد من الاتحاد الكويتي لكره القدم يضم كل من السيد عبد الله شاهين رئيس الاتحاد، والسيد هايف المطيري نائب رئيس الاتحاد، والسيد جمال العتيبي عضو المجلس، والسيد صلاح القناعي امين عام الاتحاد، وحضر اللقاء اللواء علاء مقلد والنائب سليمان وهدان واحمد مرتضى منصور واحمد دعبس اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. حرص المستشار مرتضى منصور واعضاء مجلس الاداره على الترحيب بالوفد الكويتي داخل جدران القلعه البيضاء. نروح لاخبار الفريق. وجه البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق رسائل تحفيزيه للعيبه قبل انطلاق تمرين امبارح بمقر النادي عشان يستعدوا لمواجهه اليكس بورت التشادي في دوري ابطال افريقيا. اكد فيريرا خلال كلامه مع اللعيبه على طبعا ضروره التركيز والاستعداد بجديه طبعا للمواجهه المهمه في بدايه مشوار المنافسه على البطوله الافريقيه. شدد كمان المدير الفني على ثقته في كل اللعيبه وفي قدرتهم وان هم بيبذلوا اقصى جهد عندهم عشان يستمروا في مسيرة النجاح والوصول للهدف المطلوب والمتفق عليه وهو تحقيق الانتصارات. كمان فيريرا أضاف خلال كلامه مع اللعيبة وقال أنه لازم يكون في انطلاقة قوية في البطولة الإفريقية عشان تكون حافز للوصول للهدف المطلوب. وفي آخر كلامه طلب من اللعيبة أن هم ينفذوا كل الأمور الفنية والخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع ليهم استعدادا للمواجهة اللي جاية. كمان قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فيريرا برفع الحمل البدني للاعبين خلال تدريب امبارح، وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة داخل الملعب باستخدام الأدوات المتخصصة في ده. بجانب كمان فقرة باستخدام الكرة استمرت هذه الفقرة لمدة تقترب من 20 دقيقة. حرس ثنائي أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال ودانيال جونزاليس محلل الأداء على تدوين كافة الملاحظات الخاصة بهذه الفقرة ونقل بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزهم استعدادا للمواجهة المقبلة أمام إلكت سبورت الشادي. كمان حرص البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق على ان هو يمنح محمود حمدي الونش مدافع الفريق تعليمات خاصه خلال تمرين امبارح. طلب المدير الفني للفريق من اللعيب ان هو ينفذ بعض الامور الخططيه الخاصه بمركزه طبعا ده في اطار استعدادات لمواجهه بطل التشاد. كمان اشاد بمجهوده خلال الفتره الاخيره وحفزه وقال له ان هو بيثق فيه وهو من العناصر الاساسيه والمهمه جوه الفريق. خصص البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق فقرة خططية خاصة للاعبين خلال مران الأمس، وركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه الفقرة على تنفيذ بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب. وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تؤدي كل مجموعتين الفقرة الخططية تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، وطبعا ده كله تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة فيريرا. أما المجموعة الثالثة فكانت بتعمل تدريبات إضافية تحت قيادة أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال، وبيتم التناوب بين المجموعات الثلاثة لأداء هذه الفقرة الإضافية. كمان أدى لعيبة الفريق فقرة تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى وده خلال تمرين امبارح. قاد الفقرة دي روي أجواش المدرب المساعد للفريق وتم التركيز على التسديد على المرمى من مسافات متنوعة عشان تزيد دقة التسديد عند اللعيبة. الفقرة دي أجاد فيها معظم اللعيبة ونالوا طبعا إشادة من أجواش المدرب المساعد. امبارح شهدت التدريبات الجماعية الفارنة مشاركة إمام عاشور لاعب وسط الفريق بشكل طبيعي، وده بعد تعرضه لكدمة خفيفة في كتفه في مران يوم الاثنين اللي فات. امبارح بقى إمام شارك في جميع فقرات المران بشكل طبيعي جدا، ظهر بشكل مميز وتأكد جاهزيته لمواجهة إلكت سبورت الشادي المقبلة. الحمد لله على السلامة إمام، ويا رب يعافي كل اللعيبة اللي بتشتكي من أي إصابة داخل نادي الزمالك.
طبعا بنقول لإمام ألف سلامة عليه، وإحنا فعلا شفنا في صورة انتشرت لإمام بالجبيرة، بس الحمد لله هو تمام وشارك زي ما أحمد قال في كل حاجة بشكل طبيعي، وأكيد هيكون موجود معانا الفترة اللي جاية بشكل طبيعي. كمان مكملين لسه في تفاصيل تمرين امبارح، وخاض لعبة الفريق تقسيمة فنية قوية خلال التدريبات اللي أقيمت امبارح بمقر النادي استعداد لموجة أليكس سبورت التشادي اللي جاية. أقيمت التقسيمة في جزء من الملعب، وتم تقسيم اللعيبة لثلاث فرق عشان يخوضوا التقسيمة، واستمر الفريق الفائز في الملعب مع خروج طبعا الفريق الخاسر. حرص الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على ان هو يطبق كل الامور الخططية اللي تم التدريب عليها استعدادا طبعا للمواجهة اللي جاية قدام أليكس تشادي. ظهر كل من امام عاشور ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد، محمود علاء ويوسف اسامة نبيه ومحمد اشرف روقة واحمد فتوح بصورة جيدة. مستمرين في كواليس امبارح وتدريبات الفريق بالامس، غاب عنها محمد صبحي حارس مرمى الفريق، وده بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر الاول اللي انطلق امبارح الثلاثاء. انطلق امبارح طبعا معسكر منتخب الوطني الاول استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر ليهم يوم 23 و27 سبتمبر الجاري. على جانب اخر، خاض ثلاثي حراس مرمى الفريق محمد عواد، محمد نديم، السيد عطية، تدريبات قوية تحت قيادة كابتن أيمن طاهر مدرب الحراس، وده استعدادا لمواجهة أليكس سبورت الشادي المقبلة. ركز كابتن أيمن طاهر مع الحراس على سرعة رد الفعل من خلال استخدام صدادات تم استقدامها للملعب لتنفيذ هذه الأمور. نروح لإعلان البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر سبتمبر الجاري. ضمت القائمة المنتخب من الزمالك المدافع محمد طارق لعيب الفريق الأول، وهو من مواليد 2003، كمان بينتظم المنتخب الوطني الأولمبي في معسكر خلال الفترة من 15 ل27 من الشهر ده بمدينة الإسكندرية استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. طبعا محمد طارق لازم نشيد بمستواه اللي احنا شفناه في اخر الماتشات في الدوري، وخد طبعا مان اوف ذا ماتش في اكتر من ماتش، فاكيد كان متوقع ان احنا نشوفه في المنتخب الاولمبي، فبنتمنى طبعا محمد طارق كل التوفيق. النهارده ان شاء الله هيخضع جميع افراد فريقنا سواء لاعبين، جهاز فني، طبي، اداري، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة. المسحة الطبية دي هتتعمل استعدادا طبعا للسفر للكاميرون يوم الجمعة اللي جاي استعدادا لمواجهة أليكس سبورت التشادي. طبعا المسحة دي إجراء متبع بيتعمل بشكل مستمر قبل السفر لأي مباراة لأي معسكر خارج مصر، وإن شاء الله نطمن على فريقنا كلها والمسحة كلها تيجي سلبية بالنسبة لكل أفراد الفريق. وعلى ذكر السفر لكاميرون والجهاز الطبي، النهارده هيسافر دكتور محمد اسامه ودكتور ابراهيم عنبه قبل الفريق بيومين عشان طبعا يطمنوا على الاجواء هناك ويجهزوا كل حاجه للفريق. ان شاء الله هيسافروا النهارده الساعه 12، وان شاء الله يوصلوا بالف سلامه، وان شاء الله الفريق يرجع لنا بانتصار جديد في بطوله مهمه جدا جدا. نختم بقى الاخبار الخاصه بفريقنا بخبر خاص لنهارك ابيض، وتوصل نادي الزمالك لاتفاق مع الاتحاد التونسي بخصوص تواجد الثنائي سيف الدين الجزيري وحمزه المثلوثي امام أليكس سبورت التشادي. تواجد سيف الدين الجزيري وحمزه المثلوثي ثنائي الفريق في قائمه نسور قرطاج لمعسكر سبتمبر الجاري. طبعا بتتعارض مواعيد المباريات الوديه لمنتخب تونس مع موعد مباراه الزمالك ضد أليكس سبورت التشادي في الدور التمهيدي الثاني لدوري ابطال افريقيا. الزمالك توصل اتفاق مع الاتحاد التونسي على مشاركه الثنائي في مباراه الذهاب ثم الانضمام لمعسكر نسور قرطاج. طبعا بيلعب منتخب تونس ضد جزر القمر يوم 22 سبتمبر وضد البرازيل يوم 27 من الشهر نفسه. بتقام مباراه تونس والبرازيل في ملعب حديقه الامراء في فرنسا الخاص بنادي باريس سان جيرمان. دي كانت أخبار نادينا. دلوقتي خلونا نطلع فاصل سريع، وبعدها هناخدكم ونروح في جولة عالمية وفقرة نهارك علم. أهلا بكم من جديد، وقبل ما نبتدي جولتنا العالمية خلينا نستعرض معاكم أبرز نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ونرجع مرة تانية.
نبدا نهارنا العالمي واخبارنا في نهارك عالمي من عند ليفربول، واللي حقق اول 3 نقط ليه امبارح في دوري ابطال اوروبا بالفوز القاتل على اياكس بهدفين مقابل هدف في الجوله الثانيه من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. في ايه؟ يورجن كلوب مدرب ليفربول بدا بثلاثي جويل ماتيب وتياجو الكانتارا ودييجو جوتا في التشكيل الاساسي للمره الاولى بعد العوده من الاصابه، واحتفظ بدارون نونيز وروبرتو فيرمينيو على مقاعد البدلاء. المباراه شهدت تالق كبير من الفرعون المصري محمد صلاح. انتوا صوتكم على قوي ليه؟ سجل اول اهداف المباراه واهداف ليفربول بعد ما استلم الكوره جوه المنطقه وشاط واحده R2 كده من بتوعه عشان يعلن عن عودته للتسجيل بعد غياب 4 مباريات متتاليه عن تسجيل اي اهداف مع ليفربول سواء اوروبيا او محليا. المباراه اتعقدت طبعا على ليفربول بعد تسجيل اياكس التعادل في الدقيقه 27 عن طريق محمد عبد القدوس لاعب اياكس الغاني. ليفربول اهدر فرص كتير جدا لحد ما تمكن المدافع الكاميروني ماتيب من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقه 89 عشان يقتل المباراه من ضربه ركنيه وسط احتفالات هستيريه من جمهور ليفربول ويورجن كلوب كمان واللاعبين عشان يحقق ليفربول اول 3 نقط ليه في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا بعد الهزيمه من الجوله في الجوله الاولى من نابولي في ايطاليا. لسه مكملين مع محمد صلاح واللي قدم امبارح مباراه كبيره جدا، صنع فرص كتيره لزمايله كمان مع تسجيله الهدف الاول لليفربول وعودته مره ثانيه للتسجيل وهي الحاجه الاهم لكل جمهور ليفربول. طبعا صلاح كان غايب عن التسجيل مع ليفربول في 4 مباريات متتاليه، بدايه من مباراه بورنموث ونيوكاسل وايفرتون في الدوري الانجليزي ومباراه نابولي في دوري الابطال. الهدف اللي سجله صلاح مع ليفربول هو الهدف الاول ليه في دوري الابطال السنه دي، وده بشكل عام هدف صلاح الرابع في الموسم مع ليفربول بعد هدفين في الدوري وهدف في الدرع الخيريه. كمان الهدف ده هو الهدف رقم 15 لمحمد صلاح في المسابقات الاوروبيه مع ليفربول في الانفيلد عشان يحقق رقم قياسي وتاريخي جديد ويتخطى رقم ستيفن جيرارد ويكون هداف الريتس في المسابقات الاوروبيه على ملعبه. صلاح حصل على تقييم في المباراه 7.47 approximately 7.5 من هو سكورد المتخصصه طبعا في الاحصائيات الرقميه للعيبه. خليني استعرض معاكم كده ملخص اللي قدمه محمد صلاح في مباراه اياكس. دقايق اللعب 90 دقيقه والاهداف 1، التسديدات 3 والتسديدات على المرمى 1، المراوغات الصحيحه 2، عدد اللمسات 48، التمريرات الصحيحه 23 من اصل 28، والتمريرات المفتاحيه او صناعه فرص محققه 2، الكرات الطويله الصحيحه، الطوليه الصحيحه 2، والفوز بالثنائيات الارضيه 4. نروح للمباراه الناريه الثانيه اللي كانت ممتعه في دوري الابطال وهي طبعا مباراه بايرن ميونخ مع برشلونه، واللي ممكن يعني كان ليها ابعاد كتيره جدا عند كل جمهور الكوره وبالتحديد طبعا جمهور برشلونه واللي كان بيسعى لرد الاعتبار والثار بعد طبعا ما ابرم تعاقدات قويه في سوق الانتقالات الاخيره عشان يقدر يرجع للمنافسه مره ثانيه في دوري الابطال. بايرن استضاف امبارح برشلونه على ملعب اليانز ارينا في ثاني جولات دوري ابطال اوروبا ضمن منافسات المجموعه الثالثه. بايرن ميونخ قدر ان هو يحقق الفوز بثنائيه نظيفه على برشلونه عشان يحصد الـ3 نقاط ويتصدر مجموعته. سجل اهداف بايرن لوكاس في الدقيقه 50 بكره راسيه، وليروي ساني سجل الهدف الثاني لبايرن بعد 4 دقائق بس من الهدف الاول من مجهود فردي ورائع طبعا ومراوغته للاعيبه برشلونه قبل التسديد في الشباك. تنتهي المباراه بالنتيجه دي 2-0 بعدد كبير طبعا من الفرص الضايعه للفريقين، وبالهزيمه دي بيفشل برشلونه في تحقيق اي نتيجه ايجابيه سواء بالتعادل او الفوز على بايرن في اخر 5 مباريات ما بينهم طبعا فيها لقاء امبارح. كمان برشلونه ما سجلش اي هدف في شباك بايرن من المباراه الشهيره في ربع نهائي عام 2020 واللي انتهت ساعتها 8-2. نخرج بقى من اجواء دوري الابطال، نروح كده لقصه غريبه شويه الحقيقه ومثيره
موسى بطلها. موسى نوح كمارا لاعب منتخب سيراليون، واللي فاجئنا الحقيقه كلنا بعد ما لقينا رساله استغاثه منه عن زوجته عبر السوشيال ميديا. موسى كان انضم من فتره قريبه لصفوف الاتحاد الليبي، وتم تقديمه طبعا للجمهور، وخرج وهو سعيد جدا وبيوضح سعادته الكبيره بالخطوه اللي خدها دي. بعدها سافر فريق الاتحاد الليبي لبوراندي لخوض مباراه في دوري ابطال افريقيا قصاد فريق فلامبو بطل رواندا. بالمناسبة الكسبان منهم ممكن يواجه الزمالك في حالة تأهله لدور ال 32، وبرضو ماتش الذهاب ده خلص، وده لو ماتش الذهاب خلص 1-0 في بوراندي. لكن موسى كمارا ما سافرش بحجة ان هو بيعاني من اجهاد وغير جاهز للمشاركة في اللقاء. لكن في اليوم الثاني بقى من سفر الفريق لبوراندي حصل اللي محدش يتوقعه. موسى قال ان هو سمع اصوات اطلاق نار قريبه من المكان اللي هو بيسكن فيه في ليبيا. الامر ده طبعا خلاه يخاف ويشعر بنوع من انواع الرعب، فلجأ طبعا لمراته زوجته اللي اسمها حواء. لكن الرد وصل له بقى من مراته غريب جدا جدا الحقيقه، ومحدش ممكن يفكر يعني ان هو ممكن زوجته ترد تقول كده، لان هو لما اتصل بيها عشان يستغيث من اللي حصل معاه في ليبيا حسب روايته، فوجئ ان هي لغت تذكرة العودة الخاصة بيه لسيراليون اللي كان محضرها يعني لو حابب يرجع في اي وقت لبلده. وقالت له نصا ان هي ما يهمهاش اللي هو بيقوله، وان هو لو حصلت حاجة في ليبيا هيزعلوا عليه شوية، لكن هي ممكن عادي جدا تتجوز بعده واحد تاني عادي جدا. فطبعا يعني موسى ما كانش قدامه اي حاجة غير ان هو نزل فيديو على الفيسبوك ظهر خلاله وهو شايل سكينة، وقال فيه نصا من دلوقتي يا جماعة اي حاجة هتحصل لي هيكون السبب فيها هي مراتي، يعني حتى لو تعرضت للموت. ولحد دلوقتي اللعيب في ليبيا بيستنى تحديد مصيره طبعا من قبل نادي الاتحاد، يعني الاتحاد. يعني الغريب طبعا يا جماعه ان الست اللي تبدو زوجه غير وفيه في القصه دي، وان هي مش هاممها، وان هي بتقول له انت لو مت انا هزعل عليك شويه بس كده هتجوز بعديك عادي جدا، كان ليها برده لقطه شهيره جدا وقت كاس الامم الاخير برده لما جوزها موسى كمارا ده كان بيستعد للسفر مع منتخب بلاده للكاميرون عشان يشارك لاول مره في كاس الامم الافريقيه. وقتها راحت مراته تودعه ونزلت قصاد الناس كلها وقبلت قدمه وحققت الصوره دي انتشار كبير جدا وجدل كبير جدا وعصافير الكناري يا جماعه واللاف كابلز مش عارفه ايه. دلوقتي نفس الست دي بتقول انت ممكن تموت عنك عادي، واول ما تموت هزعل عليك شويه والدنيا هتخلص. ايه رايك في الموضوع ده؟ ده ما تردش عليه غير بكوميكس واحد كده، الاستاذ سعيد صالح في العيال كبرت. ايه يا شيخ؟ ايوه ما بجد إيه يعني الموضوع غريب قوي. ما تقلقش غير كده بصراحه. ولغت عودته ليه؟ طب خلاص انت لو مش عايزاه، طب لغت تذكره العوده ليه؟ دي حاجه غريبه جدا، انا ما شفتش كده لو الصراحه. لو بتصرح بان هي لا عادي جدا عادي. انت اتكل على الله واحنا نشوف غيرك. احنا تمام. نتجوز بعديك. طيب دلوقتي هنروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على خريطة أبرز مباريات النهاردة. اهلا بكم من جديد مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان، ونروح لفقره نبض 100 عقبه اللي دايما بنروح فيها في البدايه لبث مباشر من داخل نادي الزمالك. ناخد زميلنا العزيز المميز خالد غانم مراسلنا من قلب 100 عقبه يعرفنا ايه الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. خالد نهارك ابيض. نهارك ابيض يا خالد. صباح الخير عليك زميلي العزيز احمد علي، وصباح الخير عليك زميلتي العزيزه نيرفانا، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الزمالك في كل مكان. نهاركم دائما ابيض بخطين حمر. النهارده يوم جديد لنبض 100 عقبه من داخل نادي الزمالك. النهارده طبعا هنتكلم عن قطاع كره القدم في نادي الزمالك، سواء قطاع الناشئين بالنادي او فريقنا الاول، مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا
طبعا رمز ورئيس قطاع الناشئين نادي الزمالك السابق كابتن غانم سلطان. كابتن غانم طبعا مشرفنا ومنورنا وبنرحب بحضرتك يا كابتن. شكرا حقيقي. كابتن غانم خلينا نبدا مع حضرتك، وطبعا من موقعك ما كنت متولي طبعا قطاع ناشئين نادي الزمالك في الفتره من 2016 ل 2020 اربع سنين طبعا، بعد كده طبعا كمل كابتن طارق يحيى وكابتن محمد حلمي، كان مجهود كبير طبعا من حضراتكم. شفنا بعد كده كنز نادي الزمالك هو قطاع الناشئين، النجوم اللي ظهروا مع فريقنا الاول سواء من البدايه اسامه فيصل او حسام اشرف، وبعد كده سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه وسيد عبد الله النمار اللي اصبحوا طبعا عناصر اساسيه في فريق نادي الزمالك. وده طبعا بيبين يا كابتن غانم ان كان في مجهود وشغل كبير من مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى مع قطاع الناشئين منذ تولي نادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي انا اقدر اقوله ان من 2014 من اول ما سياده المستشار مرتضى منصور فاز اللي هو برئاسه نادي الزمالك، وهو عمل في كل المجالات الرياضيه هنا في النادي تحديث جديد وتطوير واهتمام جامد جدا. فانا من الفتره دي 2014 كنت اساسا بدرب في الانديه خارج نادي الزمالك، كان من فتره يعني طويله. وبعد كده اول ما تولى المستشار جيت انا هنا ومسكت قطاع الناشئين. وانا بس احب برضه اذكر ان قطاع الناشئين بالنادي كنت انا صحيح موجود، وكان معايا ساعتها سامي الشيشيني، وكان معايا نصر ابراهيم، وكان معايا الخواجه، وكان معايا عادل مأمور، وكان معايا حسن بصري لمده 6 سنين داخل نادي الزمالك بنحاول ان احنا نعمل طفره في قطاع الناشئين. وبعد كده من سنه 2022 كان موجود طارق يحيى، وكان موجود محمد حلمي، وكان موجود عصام مرعي، وموجود ايمن عيد، وكل واحد فيهم حط بصمته. وفي النهايه لا اقدر انا اقول لك البدايه كانت من 2015 ابتدى اللي هو القطاع يبتدي يظهر المواهب فيه والقدرات. كان اولهم يوسف اوباما، وكان عبد بازوكا كان ده مساك يعني ولاعيب كويس جدا، وبعد كده كان فتوح من اللعيبه كويسه جدا برضو اللي ظهروا 98 هو، وعمر صلاح حارس مرمى ونادي الزمالك لعب معاه حتى قبل نهائي افريقيا. وبعد كده توالى بقى قطاع الناشئين من 2019 او 18 لغايه دلوقتي، ان هو بقى كان الناتج بتاعنا سيف جعفر، وكان موجود حسام عبد المجيد ويوسف نبيه، ومعلش انا بذكرهم برضو ان ليهم برضو لازم الواحد يقول كده، وبيسو الكبير وحسام اشرف كابتن غريم لعيبه مميزه كل جماهير نادي الزمالك شافتها. عايزين بقى نعرف من حضرتك هل ممكن ان شاء الله تستمر ظهور نجوم من قطاع الناشئين يفيدوا ان شاء الله الفريق الاول الفترات القادمه او السنوات القادمه نادي الزمالك؟ بص، اهم حاجه في قطاع الناشئين والمدرسه ان لازم اللي هو المسؤول اللي هو بيبقى موجود دلوقتي لازم يبقى فيه يعني زي ما تقول مجموعه مدربين كويسه. كان في الوقت اللي انا بقول لك عليه ده كان في انتقاء للمدربين، كان منهم على سبيل المثال ودي مدربين عملوا وجهزوا اللعيبه اللي احنا بنقول عليهم، لانه مش هيطلعوا لوحدهم زي امير عبد العزيز وايمن عبد العزيز، وكان موجود كمونه، وكان موجود عبد المقصود، يعني مش عاوز انسى حد يعني، كل دولت وسامح اسماعيل كل دولت كان ليهم يعني فضل كبير ان اللعيبه دي تتطور ونحن نهتم بيهم. انا اذكر منهم كمان كان حاجه مهمه جدا كان المستشار عملها، كان وقتنا احنا في 2003، كان الكلام ده من 5 سنين يعني، اللعيب ده كان صغير ساعتها، بس انا عملت فيه تقرير اللي هو ماجد كان عنده مشكله كبيره في ظهره، المستشار طلع مبلغ يعني كبير ان هو سافر لالمانيا وتعالج وقعد سنه ما يتمرنش، وادي النهارده مشي برضه في تدريبات الفرق لغايه ما وصل للفريق الاول. اهتمام كبير يا كابتن غانم اكيد من مجلس الاداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى تجاه قطاع الناشئين، وده اللي واضح وباين لكل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. خليني بقى يا كابتن اروح معاك لملف فريقنا الاول اللي ان شاء الله بيستعد لافتتاح مشواره في بطوله افريقيا، بطبعا مباراه الفريق اللي تشادي ان شاء الله لا تقام ان شاء الله في اول مباريات نادي الزمالك في بطوله افريقيا. اكيد مستر فيريرا ليه طموحات خاصه، وفريق نادي الزمالك اكيد وجمهور نادي الزمالك طموحه الاكبر دلوقتي الحصول على بطوله افريقيا. اللي اقدر اقوله بقى طبعا ده مدرب طبعا كبير وعنده انجازاته وعنده خبراته مليون المية، خلاص الصفحة دي اتقفلت بتاعة الموسم الماضي بكل انجازاتها، وان شاء الله اللي جاي كمان نقدر ان احنا نحصل عليه. لا اقدر اقول لك ان هو دلوقتي طبعا بقى في لعيبة دخلت الفرقة جديدة، بقى في عنده دلوقتي مشكلة ان هو يقدر يدخلهم، بس هيدخلهم اكيد في وقت معين ومستوى معين، لانه لسه هم عاوزين
شكل تدريبي، انما الفرقه ككل دلوقتي يعتبر مميزه بتاعتنا، عندهم من اللي هم القدرات اللي هم ممكن يتعاملوا مع اي فريق، وان شاء الله ان هم يقدروا يكسبوا، خاصه واحنا عندنا لعيبه دلوقتي بقت مميزه جدا. غالبا اخيرا الصفقات اللي اجراها مجلس اداره حتى الان اكيد صفقات كبيره، شايف ولسه طبعا الصفقات مستمره، شايف ان شاء الله ممكن تفيد الفريق، اكيد هتفيد الفريق بس ممكن تفرق ان شاء الله وتصنع الفارق مع الفريق ان شاء الله سواء في الدوري او بطوله افريقيا او بطوله الكاس. هو بص اللعيبه اللي هو نادي الزمالك بيضيفهم هم او اي نادي، هو اهم حاجه في الكلام ده ان المجموعه كلها تكون منسجمه ويكون كلهم بيحاولوا ان هم يبقوا ايه لاعب واحد. فطبعا انا مش هقول لك اللي هو اللعيب اللي جه الوردي طبعا ده يعتبر من اللعيبه المميزه، بس اكيد دي هياخد وقت برضه، لكن احنا عندنا لعيبه انا بقول لك ما فيش نادي عنده منهم زي الجزيري وزي زيزو وزي امام عاشور ومش عاوز انسى حد يعني، فدول لعيبه مميزه جدا جدا والونش، فان شاء الله يعملوا حاجه السنه دي ويفرحوا جماهيرهم ويفرحوا اداره النادي. كابتن غانم طبعا شرفتنا ونورتنا وبشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا ليك يا خالد وربنا يوفقك ويوفق اللي معاك في الاستوديو. زميلي احمد زميلتي نيرفانا، ده كان لقاءنا من داخل نادي الزمالك مع كابتن غانم سلطان عضو اللجنه الفنيه بنادي الزمالك، اكيد بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك وفريقنا الكبير في اولى مبارياته وطبعا في بطوله افريقيا، ان شاء الله تبقى اللقب السابع لنادي الزمالك وكل جماهير نادي الزمالك تفرح ان شاء الله ببطوله افريقيا، الحلم الاكبر اكيد لجماهير نادي الزمالك الفتره القادمه. اكيد من نادي الزمالك العوده ليكم في الاستوديو مره اخرى، ونهاركم دائما ابيض بخطين حمر. نشكرك. نشكرك طبعا زميلنا العزيز خالد. نشكرك يا خالد، وبنشكر طبعا كابتن غانم سلطان، لقاء جميل جدا طبعا مراسلنا المميز خالد غانم مع الكابتن الكبير كابتن غانم سلطان، نشكرك شكرا جزيلا. نشكركم طبعا. نروح دلوقتي لاهم واخر اخبار نبض 100 عقبه، فاز فريق المرتبط لكره اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره سموحه بنتيجه 34-28 بالجوله الاولى اللي جمعته امبارح يوم الثلاث بملعب الاخير بالاسكندريه، ودي ضمن منافسات الدور الاول لبطوله دوري المرتبط للمحترفين. قرر الجهاز الفني استئناف التدريبات الجماعيه النهارده يوم الاربعاء بالصاله المغطاه بالنادي استعدادا لخوض المباريات اللي جايه. من المقرر أن يلاقي مرتبط اليد نظيره الأولمبي بالجولة الثانية الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 6 مساء بملعب المنافس بالإسكندرية. يتكون الجهاز الفني للفريق أحمد رمضان هاتلر مدير فني وعلاء حسن مدرب عام. دلوقتي خلينا نروح لمدربكم الافتراضي وفقرة الشارع الأبيض. اهلا بكم في الشارع الابيض. من يومين فاجئنا الزمالك وفاجئ جمهوره قبل ما يفاجئ منافسيه باعلان عوده حارسه وحارسنا طبعا المتالق محمد صبحي لصفوف الفريق بعد موسم اعاره كان فيه من ضمن الافضل في الدوري مع فريق فاركو. ورغم كل الكلام اللي اثير ولكن صبحي رجع نادي الزمالك ودي خلاص بقت حقيقه بالفعل. دي حقيقة وهي صفقة طبعا سموها في السوشيال ميديا تخفيلة الموسم، مفاجأة طبعا الميركاتو الأبرز لحد دلوقتي، صفقة مهمة بس محدش توقعها خالص، عشان كده نزلنا الشارع الأبيض وخدنا رأي جمهورنا في الصفقة دي وإزاي اتفاجئوا بيها خصوصا مع طريقة وتوقيت تقديمها عبر منصات الزمالك الرسمية على السوشيال ميديا. تعالوا كده نشوف جمهورنا قال لنا إيه ونرجع تاني. ويلكم باك محمد صبحي حارسنا الكبير. تعال نشوف جماهير الزمالك اتفاجئت ازاي ورد فعلها لما تشوف محمد صبحي في الشارع. لا 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 ايه بس في ايه ده؟ حركات الزمالك مش الكاميرا الخفيه ما تقلقش. ده مين صبحي؟ ده والله افتكرتك صبحي حبيبي. دلوقتي بقى عايز اعرف منك اتفاجئت ازاي بقى بعوده محمد صبحي تاني للزمالك؟ والله حضرتك يعني هو محمد صبحي لاعب كبير وحارس كبير. محمد صبحي لاعب كبير وحارس كبير، وهو كان في نادي الزمالك عندنا من البدايه وراح انتقل عشان يلعب
في فاركو كده وتألق في فاركو وتألق مع المنتخب الأولمبي. رأيك بقى في طريقة تقديمه العالمية بقى؟ طريقة التقديم، طريقة التقديم يعني دي فكرة جديدة مبتكرة أكيد دي من الإدارة، والإدارة أكيد يعني طلعته للناس بصورة إن هو إيه رايح مكان وجي عندنا. تعالوا نشوف معانا واحد كده واقف، هنروح نشوف دلوقتي يعمل إيه. تعالى واحد، انا زيك تعالى. مش كده؟ لا تعالى خبطه في الجول الصراحه، ويعني دي مش جديده على المستشار، دي حاجه انفراد يعني اكسكلوسيف. بالك بقى في طريقه التقديم بتاعته العالميه اللي كنا شفناها، ما حدش يقدر يعمل كده غير دماغ حد خبير يعني هو اللي يعمل كده. تعالى بس يا عم، تعالى احنا كنا الزمالك مش الكاميرا الخفيه. لا الزمالك حاجه حلوه طبعا. انت عارف ده بتاع مين؟ طبعا. قول لي بقى رايك بقى في صبحي بقى وعودته تاني للزمالك. حارس 10 على 10، وان شاء الله يقدم الزمالك يقدم حلو باذن الله. ورايك في طريقه التقديم بتاعته؟ اكيد حاجه ابهرتك. ممتازه جدا، وان شاء الله الزمالك يتفوق دايما باذن الله. ايه يا عم خايف ليه كده؟ لا يا عم ولا خايف ولا حاجه. خايف ليه كده بس؟ ولا اي حاجه. احنا كرات الزمالك مش كاميرا خفيه اكيد. ها اكيد طبعا. قول لي بقى رايك في طريقه تقديمه ايه؟ هايله بصراحه وجديد. فيديو عالمي ها؟ اكيد اكيد ومختلف مختلف. طب انت خفت ليه لما جيت لك؟ لا اصل انت دخلت انا كده مركز سرحان ماسك سرحان. حبيبي حبيبي حبيبي. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ انا زيك ده صبحي مش انا. انت محمد صبحي؟ انا محمد صبحي. طبعا عايز اعرف بقى رايكم في رجوع محمد صبحي الزمالك تاني. والله احسن حاجه عملها مستشار مرتضى منصور انه رجع محمد صبحي، وهو اضافه قويه مع عواد. ان شاء الله هم الاثنين السنه الجايه كلين شيت طول السيزون. ان شاء الله ناخد دوري افريقيا وسوبر. في الفيديو العالمي بقى في طريقه تقديم الشغل. السوشيال ميديا نادي الزمالك حاجه ثانيه جدا دلوقتي، ان شاء الله من احسن لاحسن. قول لي بقى رايك كيف محمد صبحي ورجوع تاني للنادي. محمد صبحي طبعا من الناس المحترمه جدا والناس الحريفه جدا، وربنا رب يكرم نادي الزمالك بالاحسن والافضل باذن ربنا ان شاء الله. بنهزر معاك. طبعا ده الماسك بتاع محمد صبحي، اكيد شفت طريقه التقديم بتاعته. طبعا. تقول له ايه بقى وايه رايك في رجوعه للنادي تاني؟ اقول له مبروك ان انت رجعت. جامد قوي. ها مالك بس؟ اقول له طبعا ان شاء الله انت هتبقى مساهمه كبيره جدا لعواد، وطبعا بنشكر سياده المستشار عن ان هو رجعه النادي. نشكر زميلنا العزيز خالد غانم على هذا التقرير. تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده واللي كان بيتكلم عن وجه رسالتك للاعبين الراحلين عن الزمالك هذا الصيف بعد الفترة اللي قضوها مع القلعة البيضاء. تعال نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبدأ من عند مين يا نيرفانا. البداية مع وليد أمين. صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الورد عليك يا نيرفانا. أحب أقول ليهم أن أنتوا عملتوا اللي عليكم وزيادة وضحيتوا ولعبتوا من أجل اسم الكيان. نحب نوجه ليكم الشكر والتحية على كل ما قدمتوه مع النادي. شكرا جدا ليكم، هتفضلوا في قلوبنا وبالتوفيق ليكم فيما هو قادم. تحياتي لكل فريق العمل. شكرا يا وليد. روح ليه سيد بيقول صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الخير عليك يا احمد، نهاركم ابيض بخطين حمر ودايما متالقين على غمزه الملك. شكرا جزيلا يا سيد. رساله لاعبين الراحلين عن نادي الزمالك، شكرا على كل اللي قدمتوه لنادي الزمالك وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وجمهور الزمالك عمره ما ينسى لاعب قدم كل اللي عنده لصالح النادي وما بخلش بنقطه عرق في الملعب، وهتفضلوا في قلوبنا دايما. شكرا يا سيد. احمد عيد وهبه، صباح الخير عليك يا احمد، صباح الورد عليك يا نيرفانا، ونهاركم ابيض بخطين حمر. كل الشكر والتقدير ليهم على ما قدموه، واحب اشكرهم على كل قطره عرق نزلت من اجل الزمالك. اديتم دوركم على اكمل وجه، وهيفضل حبكم في قلوبنا، واتمنى ليكم التوفيق في الفتره اللي جايه. زملكاوي جميل. روح لمريم بتقول صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا نيرفانا، نهاركم ابيض بخطين حمر. اشكرك جدا يا مريم. رسالة اللاعبين شكرا على كل حاجة قدمتوها للنادي، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي فاتت، كانوا رجالة وعلى قدر المسؤولية. كل التحية والتقدير مهما كان مستواهم، بالتوفيق ليكم في اللي جاي إن شاء الله، وتفضلوا دايما في قلوبنا. بشكرك جدا يا مريم. معنا كمان محمد حسين، اي لعيب استمر في الزمالك السنتين اللي فاتوا اثناء وقف القيد ليه كل التحية مهما كان مستواه، لانه ما هربش وفضل مع الفريق في احلك الاوقات.
نشكرك جدا يا محمد، وبنشكر كل الناس اللي دايما بيتابعونا وبيشاركونا بارائهم على موضوعات حلقتنا دايما في نهارك ابيض. دلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل قصير، هترجع لكم بعدين نيرفانا فقره سام وكوس اللي منورنا فيها النهارده ساندرا سمير بطلتنا المصريه في لعبه التنس. بعد هذا الفاصل القصير مع نيرفانا ابقوا معنا. اهلا بيكم من جديد. النهارده يا جماعه الحقيقه يعني الفقره دي مميزه جدا جدا بالنسبه لي، لان انا بحب دايما لما بيبقى معايا ست ونموذج بقى بياكد ان الامل ممكن والتالق في المتاح، وحاجه عظمه بطله عظيمه جدا جدا في لعبه يعني في اخر فتره كعرب ما كانش لينا قوي باع طويل فيها، لكن دلوقتي بقينا بنشوف مواهب، بنحافظ على المواهب اللي عندنا وننميها، واللي طبعا من ضمنهم بقى ضيفتنا اللي منورانا النهارده عشان نتكلم اكتر عن التفاصيل دي. بيسعدني جدا يكون معايا النهارده ضيفتنا العزيزه في استوديو نهارك ابيض ساندرا سمير بطله التنس المصريه، منوراني ومشرفاني. اهلا بيكي. ربنا يخليك. اهلا بيكي. في البدايه قبل ما ندخل في البطولات والعظمه اللي انت عملتيها، عايزه من البدايه اسالك اشمعنى اخترتي التنس؟ لانه دايما في العادي بنمر بسباحه وبنمر مش عارفه ايه، في الاخر بنستقر على لعبه. احكي لي بقى البدايات كانت عامله ازاي. لا انا ما لعبتش العاب ثانيه خالص تماما. أوكي. انا I was fortunate، كنت محظوظه ان انا عندي اختي اكبر مني بثلاث سنين، هي بقى اللي لفت كل اللفات دي. فلما جت هي تبتدي تنس في اللفه بتاعتها كانت عندها 8 سنين. أوكي. وانا كان عندي 5 سنين، دخلت انا بقى وما خرجتش بقى من التنس. اوكي، يعني هي خلاص هي جربت كل حاجه. هي جربت كل حاجه بالظبط، هي جربت كل حاجه، وانا اللي هو دخلت التنس عجبني كل حاجه، يعني الفن بقى والكور والالوان واللبس واللعب والجري طفله بقى فاهمه. وفي نفس الوقت يعني طبعا لعبت سباحه طبعا عشان نعرف نعوم والكلام ده قبل ولا بعد التنس؟ مع التنس يعني ثرو اوت يعني، بس المينلي التنس. ما لعبتش حاجه يعني كومبتيتيف غير التنس في حياتي يعني. ما حسيتيش ان انت في لحظه من اللحظات عايزه تغيري تنس؟ مش حاسه، او يعني من اول ما ابتديتي تنس وانت خلاص بقرار ان هي دي اللعبه اللي انت عايزه تلعبيها؟ اكيد لا طبعا. يعني وانا صغيره كنت بالنسبه لي الموضوع فن قوي. بس ات سيرتن بوينت يعني مثلا عندي 12 سنه سافرنا بره، بابايا طبعا هو بابايا يعني نمى الموضوع قوي، لان هو شاف يعني شاف فيها حاجه. كنت بكسب بطولات هنا في مصر طبعا العادي يعني. أوكي. وقال طب ما نشوف بقى احنا فين في الناس اللي بره، فين في البطولات اللي بره. يمكن انا من اول الناس اللي طلعت بطولات بره مصر تحت 12 سنه و14 سنه، ما كناش بنطلع في السن ده خالص. اوكي. فبابايا اخد الريسك ده، يعني ده زمان كان ريسك فاهمه. اكيد. وطلعني صغيره كمان. بالظبط، كنت عندي 11 سنه يعني. طلعني بطوله تحت 12 في اوروبا، كانت في كرواتيا. طلعنا ورحت بقى هناك كسبت البطوله بقى وبتاع سنجل ودبل. فالموضوع بقى من ساعتها واحنا اللي هو ايه ده، طب ما في يلا نشوف بقى احنا فين بقى في الناس اللي بره. وكملتي بقى؟ كملنا بقى المشوار بقى. اكتر حد داعم في المشوار ده، لان انت فعلا بادئه الموضوع من بدري قوي، وبتقولي سافرتي وانت عندك 11 سنه يعني. فاكيد في حد كان بيبوش، لان برده ده ما كانش سنك ان انت تبقي خالص. كل الطموحات والامبيشنز عندك ان انت تكسبي وان انت تبقي ما شاء الله بطولات كمان مش سهله، فاكيد في حد كان بيسبورت، اكيد كان في حد داعم. اكيد طبعا. اوف لا، هو يعني الواحد يعني يبقى بيكذب لو قال ان ما فيش وراه فريق. يعني تكس فيليج، يعني بتاخد قريه كامله علشان تطلع حد واحد كويس في حاجه. صحيح. ومش بس اي بروفيشنال اتليت، يعني اي حد بيعمل ده از ا بروفيشن او از مهنه يعني او كارير في الرياضه. لا طبعا، وبتبتدي من الاهل الصراحه. انا شايفه ان احنا يعني انا اهلي مامتي ست الصراحه عظيمه يعني. وقفت في ظهري في كل حاجه، في التعليم، في التنس، في المواعيد، في اللبس، في نجيب الاكل ونروح النادي ونخلص مدرسه نطلع التمرين ومرمطه يعني تشتغل. ويعني كانت بهدله. اختي طبعا يعني سبورتيف جدا طبعا. بابايا هو اللي برده يعني في السفر هو اللي وقف معايا، هو اللي سفرني، هو اللي دخلنا انا وهو يعني احنا لا نفقه شيء في اي حاجه، لان احنا في مصر ما فيش جايدنس قوي، ما فيش اللي هو حد يجي يقول لك عشان توصل تعمل كذا وعشان توصل تعمل كذا. في التنس ما كانش فيه قوي. فكان في ناس طبعا عظماء قبليه عملوا ريزلتس رهيبه، بس ما فيش فعلا ما كانش فيه الاهتمام. اهتمام بالظبط، ان احنا ننزل ده. يعني اللي بيوصل هو وبيتعب قوي عشان يوصل هو، فمش بي مش بي مش بيباس اون او بيخلي اللي وراه يشوف يعمل ازاي. هو انت يعني مجهود ذاتي يعني. أوكي. فبابايا بقى كان معايا قوي في الموضوع ده الصراحه. يعني الحقيقه من اللي انت بتقوليه هو كل واحد حرفيا كان بيعمل دوره. دي يعني حقيقة. دي حقيقه. وكمان انت فكره بقى المدرسه
وطريقه الاكل وطريقه الحاجات دي، لانه واضح برضو ان انت ماشيه على نظام ستريكت، يعني ما اعتقدش ان انت شخص عشوائي خالص للاسف. فالدنيا كانت بتمشي ازاي من اول بقى الدراسه لحد الهيلثي لايف ستايل اكيد اللي انا متخيله ان انت مريتي بيه او ستيل انت بتمري بيه، يعني وصلت ازاي؟ لان انا في العادي زي ما انت كمان بتقولي لعبه ما كانش ليها اهتمام قوي، ما كانش حد برضو بيهتم فعلا يساعد الناس، فان انت تبقي مصممه ان انت تكملي فيها ونوصل دلوقتي لمحققين ارقام فرديه كثيره جدا. فحياتك كانت ماشيه ازاي؟ نظمتي ازاي ما بين الدراسه، الاكل كنت بتعمليه ازاي لحد دلوقتي بتعمليه؟ والله يعني بصي، هو الدراسه انا لغايه ثالثه اعدادي كنت هنا في مدرسه عادي في مصر، وكنت كنا بالمدرسه كانت هيلفل جدا الصراحه، بيساعدوني في المواعيد الامتحانات مع انها مدرسه راهبات، يعني مدرسه فيري ستريكت برضو والتزام جدا، بس كانوا بيساعدوني جدا في الامتحانات وكده. ومن جريد 9 او من اولى ثانوي رحت مدرسه اونلاين في امريكا علشان اقدر، لان ابتديت السفر بقى، ابتديت يعني انا وصلت 12 عالم في جونيورز اللي هو تحت 18 سنه. أوكي. كنت بتلعب بقى التور بتاعك طول السنه 30 اسبوع، فانت بتسافر 30 اسبوع، السنه كلها 52 اسبوع. فانت هتمتحن امتى؟ صحيح. فطبعا عشان ندي لمامتي المعلومه دي او نقول لها ان احنا هنخش اونلاين، هي اصلا سيده تربويه فاهمه، فعشان نقول لها لازم وبدري كمان، ان احنا اصلا بدري قوي كان عندي استوعبنا موضوع الاونلاين ده، كمان كان عندي 14 سنه يعني، فان احنا نقول لها بقى ان احنا هنروح اونلاين ونروح هندرس اونلاين، فده بالنسبه لها كان رهيب، ان هي فيري ستريكت يعني. بس بابايا برده بصراحه واقف معايا في الموضوع ده جامد يعني. يعني باباك ليه جمايل عليك جدا؟ لا لا اوف، لا لا جمايله وجمايله مغرقاني الصراحه فعلا. بس اي مين ان يعني ان الاونلاين ده ساعدني ان انا اسافر وامتحن واخد شهادتي في نفس الوقت وانا بسافر بطولات، يعني بمتحن، يعني عندي ماتش بكره مثلا واقعد عندي امتحان النهارده فاينل. بتذاكري امتى؟ يعني في احنا بنحاول نخصص وقت الامتحانات، المذاكره كانت فين؟ المذاكره انا بقى يعني مذاكره، يعني صراحه مدرستي اللي هي الاولانيه دي كانت علمتني الالتزام جدا. أوكي. وانا اصلا مش شخص بيحب المذاكره، يعني انا مش من النوع اللي ودي حاجه يعني مش اي دونت مايند، يعني مش بتضايق يعني. فكنت بنجز نفسي يعني حقيقي. وبعد بقى فتره اعداديه، بعد خلصت المدرسه كلها دخلت جامعه هنا في مصر، وجالي جامعات في امريكا كتير طبعا، بس علشان انا اوريدي كنت اتين برو، لعبت بروفيشنال يعني، فاحنا اخترنا انا والفريق بتاعي واهلي وكده ان احنا نخش جامعه هنا، هتبقى يعني بتساعد اكتر ان انا اخش على طول على التور بدل ما انا اضيع 4 سنين في جامعه او كده. اوكي. فده اختيار كنا المفروض نعمله عملناه يعني، وبس. والاكل بقى ده قصه تانية، لان انا وانا صغيره كنا بناكل عادي كل حاجه طبيعي، ماما عامله اكل النهارده الصبح عادي اللي موجود بناكله، بس يعني من 4 سنين كده كان احنا على طول انا والفريق بتاعي او انا والمدربين بتوعي بنحاول نشوف ايه احسن حاجه هتساعدني، علشان يعني انت لو حاجه صغيره غيرتها في اكلك في تمرينك ممكن تساعدك في ماتشات كتير، ممكن تساعدك تعمل معاك فرق كبير، لان في الليفل ده اللي احنا فيه كل الناس بتعرف تلعب، كل الناس بتلعب كويس، فانت كلهم عندهم الوعي، الوعي زايد كمان بالظبط، فالفروقات صحيح. الناس اللي انت بتكمبيت معاها او بتنافس معاها، الفروقات الصغيره دي هي اللي بتفرق تفاصيل بالظبط. فانا عملت يعني كان عندي انا اصلا جلوتين انتولرنت، عندي حساسيه من الجلوتين او من الدقيق عامه، دي حاجه ما كناش نعرفها احنا في مصر برضه، ما يجيش وانت صغير يعملك تحاليل او زي. عمل كنت بسافر بطولات في 2018 وفجاه تعبت جدا، وحصل بقى يعني مش فجاه بس على طول، يعني كان كل شويه يحصل حاجه غلط، يعني كل شويه مثلا تلاقي مثلا اي واز هوس يعني بروح المستشفى مثلا كل مرتين ثلاثه بسافر فاهماني، فالموضوع بقى كان سيريس مالهاش دعوه ببعض. عملنا كل التحاليل وكل مش عارف ايه وبتاع، وجت النيوتريشنست بتاعتي او بتاعت التغذيه بتاعتي المدربه يعني قالت لي احنا لازم نعمل للاكل نشوف ايه ده اخر تيست هنعمله، لو ما فيهوش مش هنعرف بقى يبقى في حاجه غلط. فعملنا التيست وكده طلع ان انا عندي فعلا مشكله مع انواع اكل معينه، يعني اللبن الدقيق بيض البيض الحاجات دي انا ما ينفعش اكلها ما بتتهضمش. اوكي. فعندي حاجه اسمها سيلياك ديزيز، دي حاجه ما يعني ما في امعاء تاكل امعاء يعني ما بتتهضمش ما ينفعش تتهضم. فبقالي 4 سنين مغيره السيستم ده الصراحه، هو ستريكت جدا يعني ستريكت، بس اكيد يعني بيتحط حاجات الترناتيف صح يعني؟ لا طبعا لا في حاجات بديل العيش وبديل، يعني باكل رز كتير قوي بس رز كتير. طب ازاي مش ده كربوهيدرات للسمك؟ لا مش ما هو كارب، بس انا ما باكلش مثلا ما باكلش مكرونه، ما ينفعش مكرونه عشان فيها دقيق، فده الترناتيف لده. فنقعد بقى ايه تعمل بلان كده، هي قعدت كده مخمخت وعملت لي بلان اكل وماشيين عليها. مش بتشتاقي لبعض في بعض الاوقات؟ لا لا جدا اوف، لا لا بشتاق. لإيه بقى بالتحديد؟ بشتاق لإيه بالتحديد؟ أكل مامتي.
كل حاجه يعني. ازاي مش قوميه؟ ازاي كده بتبقى قاعده في البيت وهو بيعمل حاجه ثانيه؟ ما دي الفكره بقى، ما دي الفكره، ان انا لما يعني انا البيس بتاعي دلوقتي، انا البيس بتاعي كان في امريكا قبل كده وانا صغيره، دلوقتي البيس بتاعي المدربين بتاعي كلهم هنا يعني. كلهم جم من بره قاعدين معايا هنا عشان ابقى اشوف اهلي، لان انا ما كنتش بشوف اهلي خالص. فان انا ابقى قاعده في البيت هم بياكلوا حاجه وانا باكل حاجه، دي اصعب حاجه في الدنيا الصراحه. بس هم يعني بيساعدوا شويه يعني، بياكلوا على جنب. يعني واضح ان اللايف ستايل مش سهل، بالذات ان لما يبقى البيت اصلا مغير في اللايف ستايل. محدش مثلا بيقول لا بلاش ناكل قدام، لا والله بيساعدوا، لا حرام، لا يعني الاكل كله يعني مثلا مش باكل مكرونه تقريبا عشاني، فيعني هم انا غيرت لهم حياتهم برضه. طب حلو، لا هيلث يعني، مور هيلث، ممكن نبص لها من برسبكتيف احسن. بحاول اقول لهم كده بس هم عارفين. يعني واضح انه فعلا فكره او طريق البطل مش بيبقى سهل، في تفاصيل فعلا زي ما انت قلتي صغيره جدا بتبقى مهمه جدا. انت دلوقتي في 13 لقب فردي على مسيرتك الاحترافيه كلها، في بطولات دوليه كتيره قوي انت يعني دخلتيها، غير كمان بقى كمان البطولات الزوجيه، اكيد بيبقى في بقى اعداد يعني، سواء بقى زي ما احنا بنتكلم الهيلثي لايف ستايل نفسي، ازاي بتعملي ده؟ ازاي كده بتبقي عارفه انك داخله على بطوله مهمه وبتقدري ان انت تستعدي؟ يعني حتى احنا دلوقتي كمان بنعرضك وانت بتمرني، فانت شخص باين ان انت واخده الموضوع على محمل الجد، تهتمي بالتفاصيل، حتى من كلامك باين ان انت بتهتمي بالتفاصيل، ازاي بتستعدي لبطوله مهمه؟ والله انا مبسوطه قوي ان انت فتحتي موضوع اللي هو العمل النفسي ده، لان الكونفرسيشن دي او الحته دي مش بجد بجد، احنا فعلا الناس تقعد تقول اه العمل النفسي مهم، بس ما حدش بيتكلم فعلا عليها يعني، ما حدش فعلا بياخد خطوه ان هو طب نعمل حاجه. طب ما الموضوع مهم يعني، الاسبكت ده مهم، احنا بس ما هو بنتكلم فيه بس يعني ما نتعمقش في الموضوع. صحيح. الموضوع ده مهم جدا الصراحه، ودي حاجه انا نفسي وانا صغيره ما كانش عندنا العلم الاوبشن ده، ما كانش عندنا اولا الاوبشن، ما كانش عندنا اللي هو انت ده مش موجود يعني، ده حاجه التوبيك ده ابتدت تتفتح لما كبرنا. صحيح. لما توعى وقلتنا وانت تدور بنفسك، انت بتلاقي نفسك انت عندك مشاكل بتأثر عليك. طب انا ليه انا زمان ليه ما كنتش كده، دلوقتي ليه انا كده؟ عشان الضغوطات، عشان كذا، عشان ده بقى مصدر شغلك، عشان كذا. فانت نفسك بتبتدي انت بتدور نفسك يعني، بره طبعا بيبقى ده متاح من وهم صغيرين بقى متاح. فانا يعني انا مش بقول ان احنا يعني احنا اقل او احنا مش عندنا، بس احنا دلوقتي بقى عندنا ناس فعلا شايفه ده، وبقى عندنا ناس بتساعد الناس، الاطفال اللي طالعين او البوتنشال اللي طالعين او الناس اللي عندها مواهب صغيره في كل الالعاب. انا بالنسبه لي الصراحه انا شغاله مع منتال كوتش معايا، هو يعني لسه متلين السنه دي مع بعض اكشلي. ده في مصر هنا. هو شغال في شركه يعني عالميه، ولكن هو بيزد هنا في مصر. بس وهو بيعمل فرق جامد قوي يعني، زي ما قلت لك التفاصيل والكلام ده كله هو بيعمل يعني. انت نفسك لما بتحس ان انت معاك فريق مجهز، انت كلاعب يعني بتكمبيت يعني مثلا حتى يعني ماير شريف برضو لعيبه طبعا معروفه طبعا. كنا انا وهي لسه يعني كنا بنتكلم، او هي اتكلمت على الموضوع ده كتير، ان الواحد لما احنا في التور يعني، لما تحس ان انت معاك فريق بيسابورت، او انت عارف ان انت معاك مدرب فيتنس ومعاك كذا ومعاك كذا، وتعرف يعني تبقى فورتنت انت تعرف معاك فلوس تتفرهم معاك، ده بيفرق جامد جدا في عامل نفسي، وبيفرق جامد جدا تحس ان انت عندك سابورت سيستم معاك في البطولات. ان انت تبقي حاسه ان في اصلا يعني سند او حاجه، عارفه بالزبط. ان انت لو حصل حاجه في ريفرنس واعي ودارس ومدرك الحاله بالزبط. وعارف انت بتمري بايه، سواء بقى من الاكل، عارف كل حاجه، دي حاجه بتطمن حتى لو أكيد. انا تمام اكيد طبعا، وحاجه بتديك ادفانتج، وحاجه كمان ان انت بتبقى على طول يعني حتى لو خسرت بتتعلم يعني، ما تبقاش لسه لازم ترجع للمدرب وشاف هو موجود معاك، بتتعلم على طول من الخساره دي للاسبوع اللي ورا. احنا البطولات اسابيع ورا بعض، وانت بتنقي انت عايز تلعب انهي اسابيع في السنه، فانت بتوصل اللي انت عايزه اسرع، فالموضوع بيبقى فيه بوست اكتر، فاهمه قصدي؟ بيبقى فيه فعلا يعني دفعه كده معنويه كمان أكيد. حلوه قوي. وعلى فكره عايزه اقول لك ان انت فكره المنتل كوتش، وانت بتقولي انك متابعه مع منتل كوتش، حاجه بروفيشنال جدا، حاجه بجد بجد لازم كده ان احنا كلنا نتيكت انتو كونسيدريشن، ان ده مش ده طبيعي يا جماعه، مش الطبيعي بالظبط، بالعكس. مثلا انا كنت عايزه اقول لك ان هو ان الناس حتى لما تيجي يعني، احنا عندنا فكره الثيرابي او فكره ان انت حاجة ده حاجه عيب، اللي هو انت ازاي عندك مشاكل نفسيه،
النفسيه. لا عادي على فكره، مش قصدي حاجه، مش بقول ان 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 ان, إن العادي ان عندك مشاكل نفسيه، لا في ناس هيلثي والحمد لله كويسه زي الفل. حتى لو بنت في حد 100% ما فيش حد 100% ما عندوش حاجه او كان عنده مشكله في عيلته او كده، بس احنا ما عندناش الوعي في مصر. صحيح. انت عندك مشكله خش كل ونام، فاهم يعني؟ ما عندناش شربت عصير بالظبط، شربت عصير اي حاجه، فاهم يعني؟ زيت زيتون بالظبط. فما فيش حاجه اللي هو انت طب نتكلم اكتر، لان ده بيساعد فعلا خصوصا في الاثليت يعني. واعتقد معظم الاثليت او كل الرياضيين هيتفقوا معايا في ده، لان المنتل سايد او في التنس بالذات بيعمل فرق كبير. يعني انت بتعدي على مراحل حياتك بقى، يعني انت وانت صغير هتبقى عادي بتلعب ومش فارق معاك وبتكمبيت، وعندنا كتير قوي، مش كتير قوي بس يعني ناس في جونيورز، انا مثلا واربعه كمان في جونيورز وصلنا، او اتنين كمان وصلنا جوه التوب 10 في جونيورز ولعبنا جراند سلامز وعملنا. لكن ان هم يعملوا ترانزيشن او اللي انت تطلع من جونيورز للبروز، انت تبقى بروفيشنال بقى وخلاص وكذا وكذا، بيجوا في الحته دي في النقله دي بيحصل لهم، هم مثلا بيجي لهم شكوك، بيعمل طب افرض ما عملش، طب افرض مش عارف ايه. طب لو كان الموضوع ده اتعالج من بدري كان تلاقي ناس كتير. يعني احنا في مصر فعلا عندنا كميه مواهب في التنس حاجه رهيبه يعني بجد. انا مش ببالغ ومش بتكلم، مش بقول ان هو ايه ده احنا عندنا بس ما الامكانيات، لا احنا عندنا بس ما عندناش الوعي، ما عندناش الجايدنس، ما عندناش حد مثلا يجي يقول طب يا جماعه انت جامد وانت كويس في سنك الصغير ده، طب تعالى بقى هعمل لك باث او هعمل لك طريق، هو الطريق ده هتمشي عليه، انت كوميتد هتمشي عليه هتوصل، مش هتمشي عليه اقعد على جنب. هو فكره فعلا زي ما انت بتقولي، انا محتاجه اشوف التالنت بس في الطفل اللي عندي او الشاب اللي عندي، وبعدين انا احط له باث، لانه فعلا كلنا مش هستثني اي حد، كلنا مرينا بترومز في حياتنا. ترومز بقى اهل، ترومز صحاب، كل واحد كمان على حسب السنسيتيفيتي. انا ممكن اكون حاجه قد كده خلاص غصب عني تعمل لي تروما. ففكره ان انا اشوف فيك تالنت واحطك بقى على المسار الصحيح واشتغل انا من بره على موضوع التروما، او موضوع حتى ان انت نفسيا، كلنا سيبك من التروما، مواقف حياتيه، في موقف بالزبط. النهارده انت مثلا عندك ماتش مهم في بطوله دوليه، حصل موقف وانت جايه في الطريق ابتدى ان هو يريتيت يو بشكل او باخر، محتاجه ان انت تبقي متعوده من حد بروفيشنال ان انا اتعامل ازاي، او عندك التولز او عندك الحاجات اللي انت تتعاملي بيها بره الماتش، يعني قبل الماتش وجوه الماتش. يعني قبل الماتش كمان يعني انا وشريف اللي هو المنتال كوتش بتاعي بيقول لي ان الماتش بيبتدي، او كل اللعيبه يعني الماتش بيبتدي قبل الماتش، قبلها بيوم يعني قبلها بالليل. انت بتفيجوالايز، انت بتقعد مع نفسك بتفيجوالايز الماتش، بتشوف انا تحط نفسك سيتويشنز او في مواقف، انت بتكسب الكوره بتخسر الكوره، بتكسبان خسران، اب داون في السكور في النتيجه، وتشوف انت هتتصرف ازاي وتهيئ نفسك منتلي ان انت تاني يوم لو حصل اي موقف انا جاهز له. ويبقى عندك تولز برضو لو حصل موقف بره الصندوق برضو انت جاهز له، فانت كده نازل عندك ادفانتج اصلا، فده بيديك ثقه، بيديك كونفيدنس، بيبعدك بقى خالص عن اللي انت تقعد اوفر ثينك، او يبعدك. وده على فكره عادي في كل مش بس في الرياضه. يعني انا حتى اختي بتشتغل عادي، ده حتى يعني حتى لما عندها ايفنت كبير او عندها حاجه برضو نفس الحاجه، بتفيجوالايز، بتتامل، بتمديتيت، الحاجات دي بتهديك، تبقى انت جاهز، انت جاهز اليوم، عندك ثقه كده، ما عندكش داوتس، ما عندكش ان انت شاكك في حاجه، ما عندكش، لا خلاص انت يعني انت واثق من نفسك وعارف انت بتعمل ده طول حياتك يعني. طب انت في موقف معين مثلا فاكراه اتعرضتي مثلا هو ضغطك او شكل لك اي نوع من انواع الضغوط، ويعني حاجه انت متعوده انك تعمليها، او طبعا المنتال كوتش ساعدك ان انت تتعودي عليها، في حاجه يعني فعلا الموضوع النفسي او الدعم النفسي ده في حاجه على ارض الواقع اثرت معاكي فيه وساعدتك فيه؟ بصي حصل موقف يعني بيرسونال، يعني جدي توفى وانا كنت في بطوله كبيره قوي يعني جراند سلام، وده كان حاجه بالنسبه لي يعني كبيره طبعا، اي حد ممكن يعني يتاثر بيها، بس يعني بتنزل تعمل الشغل عشان تعرف تفصل، تنزل تعمل اللي عليك اللي هو ده شغلك، فانت هتنزل تأدي احسن حاجه عندك وتعرف تفصل بقى. ده ساعدني جدا ان افصل، ان انا انزل واكشلي اخدت البطوله اللي انا كنت فيها. فصلت ازاي في موقف زي ده؟ فصلت ما مش فاكره الصراحه خالص، لان انا كنت صغيره، بس كان معايا برضو شريف. وانا فاكره ان انا يعني ساعتها عرفت افصل، لان انا كان معايا شريف، كان معايا بابايا ساعتها. كان معايا مسافر معايا، فقعدوا اللي هو دي ديستراكتد مي، يعني طلعوني خالص، اللي هو نسوني الموضوع يعني لهوني في حاجات تانية، خلوني ان انا اعرف ان انا انزل
العب، وبعد ما خلصت البطوله خلاص بقى يعني this is time for grief بقى. يعني اتفقنا ان خلاص احنا خلصنا اللي علينا، هيبقى عندنا وقت ان احنا نحزن، وعندنا وقت ان احنا نطلع كل الايموشنز اللي مش اللي هي ما عرفناش نطلعها عشان كان عندنا حاجه مهمه، فاهم قصدي؟ يعني من كل الحاجات والمواقف اللي انت مريتي بيها، اكيد في بطوله الاصعب والاغلى عليكي، يمكن ده سؤال انا بالنسبه لي فعلا عايز اعرفه، ايه اصعب واغلى بطوله عليك؟ اغلى اصعب واغلى بطوله، بصي هو طبعا كل بطولات الجراند سلامز اللي انا لعبتها في جونيورز دي كانت دي حاجه، دي حلم كل لعيب تنس ان انت تروح تلعب تكمبيت في جراند سلامز سواء جونيورز او كبار. ده اللي انت بتشتغل عليه حتى وانت في جونيورز، بتروح تبقى فورتشنت او انت تبقى محظوظ ان انت شفت الاجواء وانت في جونيورز حتى لو حققت فيها كويس، عشان تعرف انت لما تكبر هتروح ده اللي ده الجول ده اللي انت عايز تروح له. فطبعا الجراند سلامز كانت حاجه جميله جدا. في بطوله تانية اكشلي في امريكا برضو، بطوله كبيره جدا زي يعني نفس كاتيجوري جراند سلامز بس في امريكا، بطوله عملت فيها فاينل ساعتها، بطوله كانت بالنسبه لي يعني كنت يعني وقت اللي هو فخوره من نفسي جدا. حاجه كمان كنت فخوره من نفسي مثلا في اليوث اولمبيكس في مصر، يعني رفعت علم مصر في الاولمبيات بتاعتي. اكيد في لحظات فعلا معينه دي حاجه ما كنتش فاهماها، يعني في الاول ما كنتش فاهمه يعني ايه ارفع علم مصر، يعني عادي يعني احنا بنروح بطولات افريقيه بنرفع العلم في الاوبننج عادي، بس انت بترفع علم مصر في اولمبيكس دي طلعت حاجه كبيره جدا قوي. فانا بقى يعني انا ما تخيلتش الموقف، يعني ما فهمتش الموقف قوي غير وانا قاعده في اللجنه الاولمبيه بيقولوا لي خلاص بقى ده لبسك وانت هترفعي، انا قاعده انا داخله هشيل علم، وفي بقى في اكتر من 30 40 اثليت لا يعني ابطال عالم في رياضات تانية، فاللي هو انا بقى ما كنتش كان دماغي لسه مقفول على التنس بقى، انا ما كنتش واعيه بقى، انا كان عندي 15 سنه. فروحت اللي هو انا رافع علم مصر في الافتتاح وانا بمثل كل اللعيبه الكبار دول، حاجه يعني كانت بالنسبه لي كبيره فخر. يعني انت كمان مريتي بمواقف يمكن اكبر من ان انت تستوعبيها، بتستوعبها بعدين بقى يعني بعدين، بس اعتقد انت دلوقتي خلاص بقيتي فاهمه يعني يعني انت الوقت بيمر معاكي بسرعه قوي. بس انا عايزه اسالك على حاجه، ايه الطموح اللي بعد كده؟ يعني اخيرا انا عايزه اختم معاكي، انا عايزه اعرف انت شايفه نفسك فين؟ اكيد مش ما اعتقدش ان شايفه نفسك وصلت للبيك لسه عندك. لا خالص، البيك لسه ما جاش، يعني البيك لسه. انا الحمد لله يعني انا كنت محظوظه ان انا في جونيورز وصلت في حاجات كبيره وكل حاجه، بس انا الـ 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 يعني انا ممكن انا بؤمن جدا بالتوقيتات او بالتايمينج، ومؤمنه ان انا عندي 24 سنه اوكي. وفي سني او اقل اصغر مني عملوا حاجات مش في مصر بس، امين اللي كانوا معايا في جونيورز يعني عملوا اكتر تحقيقات وكده، بس انا مؤمنه جدا ان كل حاجه ليها وقتها بالظبط، وكل واحد مواقفه بالظبط. انا مؤمنه جدا ان انا اتعلمت حاجات كتير قوي في السنين اللي فاتت دي، هتخليني وانس ان انا البيك بتاعي لما يجي which is قريب ان شاء الله مش هقف، يعني هما الناس دي كانت بتطلع وتعطل تقطل، فانا يعني يعني ده عندي ثقه يعني في ده تماما، ثقه في ربنا طبعا، وان شاء الله في اخر السنه دي نخش جوه التوب 200 ان شاء الله، ونلعب اوسترين اوبن ان شاء الله، ده الجول يعني ان شاء الله باذن الله. وساعدها برضو تيجي معايا وتطلعي معايا وتشرفيني ونتكلم بقى في تفاصيل كتير جدا جدا. ساندرا شرفتيني نورتيني، وبجد بجد انا فخوره جدا ان انا طلعت معاكي، وان شاء الله لتوفيق بقى خطوات كتيره جدا جدا تكوني ناجحه فيها ان شاء الله. ثانك يو، ميرسي. شكرا مشاهدينا، بكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا نهاركم.